يقول اضرب على الكايد اللي صرت بحلان وعند الولي وصل الرشا وانقطاعه عيب على اللي يتقي عقب ما بان وعيب طمان الراس عقب ارتفاعه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. باذن الله سوف ننتصر الان. ها هذا حق تبي الرشيد شباب إيه؟ حمد تكفى خلف هادي سلطان يحطون مويه قليل. شفت طب وش دراك انه صح وغلط؟ سلطان وفهاد المفروض الدجاج ينضج بايش؟ كلمه قل لازم غير مو شرط يجي مويه يجي بخار. انت كذا بتخسر.